نادي مهنا، اولا الف مبروك على التكريم. بتقولي ايه لكل جمهورك النهارده من ريد كاربت مهرجان دير جاست، اهم مهرجان لتوزيع الجوائز، خاصه ان الجائزه جايه لك من جمهورك اللي فات، يعني كسرتي الدنيا رمضان اللي فات. الحمد لله طبعا، ومبسوطه جدا 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 بالجائزه دي، وبحب اشكر كل الناس اللي صوتت لي، وان بجد انا من غيرهم ما كنتش يعني خدت اي جائزه خالص. ثانك يو يا جماعه ان انتوا صوتوا لي، والحمد لله يا رب رمضان الجاي يبقى احلى يا رب ان شاء الله. ميرسي قوي، ثانك يو. We'll be right back.